يقول ربنا جل في علاه وعظم في علياء سماه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. من حكمة الباري جل ثناؤه أنه فصل في محكم تنزيله كل شيء تفصيلا، فأظهر الحق وأبان قوته وبراهينه لتستبين سبيل المؤمنين، وأبطل الباطل وكشف عواره وزيفه وزخارفه لتستبين سبيل المجرمين، وذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرتسم سبيلا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتطلاب سؤله في معرفة سبيل المجرمين، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فصار من واجب الوقت وضروريات الزمان أن يتفطن المسلمون بمخططات أعداء الإسلام الذين يرومون هدم أصوله ونقض عراه عروة عروة. ومن أخبثهم منهجا وأشرهم طريقة المتسترون بستار التنوير والتحرر من كهنوت الفقهاء وعلماء الشريعة زعموا. هؤلاء الضرب من المجندين الذين يزجوا بالشباب وغير الشباب في شبكات الإلحاد والتحلل من قيود الشريعة الغراء كلها، ولهم في ذلك خطط ومناهج وسبل وطرائق سنكشف عنها كما كشف عنها القرآن وكشف عنها النبي الذي أصله من عدنان صلوات ربي وسلامه عليه. فاعلموا علم اليقين ابتداء أن هؤلاء الذين جندوا لهذا الإفساد في الأرض وتحريف المسلمين عن عقيدتهم وهويتهم وانسلاخهم من كل القيم والمبادئ يظهرون الإسلام، هاد الناس لا يدعي على أنه على غير الإسلام أو أنه يظهر غير دين الإسلام، بل إنه يبرزه وينتسب إليه ويعتزي إليه، لأن سبيلهم في هذا هو سبيل أهل الشقاق والنفاق الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهذه الخطة إنما قصدوا من خلالها استمالة ضعاف العلم والإيمان والجهلة الذين لا حظ عندهم من العلم الشرعي والتحصين العقدي الذي يحمون به من هذه الشكوك والشبهات. فتجد بعض الناس إلى شتين تقول هذا مسلم لا تشك في إسلامه، عبد الله، عبد الرحمن، محمد وغير ذلك من الأسماء، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. خذوا حذركم عباد الله، حصنوا أنفسكم،
حصنوا ذراريكم، حصنوا أسركم، حصنوا أنفسكم من هذه المخططات والشبهات. من أعظمها أي المخططات التي تسلك في هذا الصدد نسج الشبهات لتشكيك المسلمين في القواطع والثوابت والمسلمات. أول خطوة يسلكونها مع الشباب وغير الشباب التشكيك في الأصول، التشكيك في المسلمات، التشكيك في كل قطع من الشريعة. لماذا؟ لأنهم إذا جاءوا ابتداء ودعوا جماهير المسلمين إلى الانحلال الخلقي والشذوذ والعلاقات الرضائية والإلحاد وغير ذلك من المهالك، فإن المسلمين بحسن فطرتهم سيلفظون ذلك ولن يقبلوه. ولأن أصبع أصحاب الفطر السليمة والطباع المستقيمة تلفظ هذا ولا تقبله، فأول شيء يشككون في الثوابت والمسلمات. يسلت زعزع في الثوابت وشك في السنة وشك في القرآن وشك في العلماء الربانيين، فوصفهم ووصمهم بالرجعية والظلامية، وشك في العلماء وصفهم بالكهنوت وغير ذلك من الألقاب والأوصاف، فإنه سيسهل الخداع عليه وسيختل في دينه ويغتال في عقيدته. هم عندهم خطط مدروسة ويسلكونها في الناس حتى يعيثوا في الأرض فسادا. ولهذا نسمع الدعوات التي حذرت فيها أو حذرت منها فيما مضى في الجمعة الصارمة، دعوات من يتسمون بالقرآنيين ينتسبون ويعتزون إلى القرآن زورا وبهتانا. علاش؟ ليبطلوا السنة ابتداء ويبطلوا القرآن تبعا للسنة. أو التشكيك في صحيح الإمام البخاري كما بينت فيما مضى، التشكيك في الصحابة الذين هم حملة الشريعة والوحي، فإذا شكك في عدالتهم أبطل الوحي تبعا ورأسا. ولهذا إذا أردنا أن نكشف عن هذه المخططات في محكم تنزيلنا، فانظروا ما سلكه السابقون من أجداد هؤلاء وأسلافهم، فإنهم اتهموا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقله وأهليته، وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ليسقط الوحي، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لإبطال الوحي. إذا كان من يتحمل هذا الوعاء ومن يبلغه صاحب جنون وسفه فكيف يقبل ما يقول؟ وشككوا في صدقه وأمانته، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وشككوا في الوحي المنزل على صدره صلوات ربي وسلامه عليه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، بل شككوا في وعده ووعيده كما هو ديدن أهل النفاق، وكشف الله عز وجل عورتهم وفضح خبيئتهم، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الأزمة، لما أحاطت الأحزاب بالمسلمين وجيشوا الجيوش الجرارة لضرب الإسلام في مقتل، كان في جوف العاصفة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ المسلمين بكنوز قيصر وكسرى، فقام بعض أهل الشقاق والنفاق يشكك في هذا الوعد ويقول لمن يقتفي أثره ويتبع قالته قالة السوء، يقول لهم أيزعم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا سنظفر بكنوز قيصر وكسرى وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من شدة الخوف والهلع
وتطويق الأحزاب بالمسلمين، هكذا ديدنهم في القديم والحديث. فمن أعظم أصولهم ومخططاتهم في الإفساد والتغريب، تغريب الناس عن دينهم وعن عقيدتهم، أن يشككوا في الأصول والثوابت. كذلك من مخططاتهم حرب المصطلحات، وهي حرب ضروس لن تضع ولم تضع أوزارها إلى زمننا هذا. حرب المصطلحات، تسمية الأشياء بغير اسمها. أهل الصلاح يسمونهم دعاة الظلامية والرجعية والإرهابيين وغير ذلك من الأوصاف. أهل الإفساد سميهم باش بالتنوير. انظروا إلى هذا المصطلح كم يخلب الألباب ويأخذ بالعقول ومجامع القلوب والنفوس. هذا تنويري، هذا إصلاحي، هذا عقلاني، كأنما المسلمين قد أبطلوا عقولهم. ويسمون الزنا علاقات رضائية، علاش؟ حرب المصطلحات. يسمون الربا فائدة، حرب للمصطلحات. يسمون الخمر مشروبا روحيا، من باب إذكاء، حرب المصطلحات. المرأة المتحجبة المتسترة يصيبونها بالرجعية والتزمت والانغلاق. غير يشوفوا وحدة متحجبة قد سترت جسدها من أعين الذئاب البشرية، يصفونها بالتزمت والرجعية والتخلف. والمرأة الكاشفة العارية التي تسلك مسلك البهائم في عدم التستر والتجلب بجلباب الحياء والحشمة، اش كيسميوها؟ متطورة، عصرانية، تواكب الزمن، تواكب التطور. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وزورا. هذه من أعظم المخططات، ولا زال للحديث بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أشنع مخططات أعداء الإسلام إغراق الشباب في الشهوات والملذات، وهذا سكر عقلي وسكر في الوعي، حتى لا يدري ما يقول، ويهذي بما لا يدري، ويهرف بما لا يعرف. زينوا الشهوات وأطلقوا باب الحريات، حتى يتنصل الناس من دينهم وحشمتهم ووقارهم وعفافهم، وهم في ذلك سلكوا مسالك شتى قد سلكها أسلافهم، الذين كانوا يدعون إلى عمل قوم لوط عائذا بالرب جل ثناؤه، فكانت عاقبة أمرهم خسرى في الدنيا والآخرة، وهم يعلمون عاقبة هؤلاء، لكنهم يريدون إغراق الشباب وغير الشباب في الشهوات وفي الملذات، حتى يفقدوا توازنهم العقلي ويقبلون كل شيء. لأن الإنسان نقطة ضعف ديالو عند كثير من الناس أمر الشهوة، هي غريزة، والمقصود من خلالها أن يستتبعوا ذلك تهديم القيم وتهديم الأصول والثوابت. ومن أعظم مخططاتهم أيضا تغييب القدوات الصالحة. غيبوا القدوات الصالحة، شكون الآن هو الذي يقتدى به؟ شكون هما النجوم؟ شكون هما الأبطال؟ شكون هم الذين يرفعون تلك المرافع ويرفعون لهم تلك العلامات؟ شكون هما؟ أهل الفسق والمجون، أهل الخير والصلاح. هؤلاء إذا سمح له بأن ينطق بكلمة النصح فهو في خير وفضل ومنة، يضيقون على أهل الخير والصلاح. وهل الفساد والإفساد ما هو سبيلهم وشأنهم؟ هما القدوات. الأبطال الحقيقيين هما هادو، النجوم هما هادو. أين هو اقتداء؟
النشأ بالعلماء والأخيار؟ أين هو تقفر سبيل الصحابة الكرام؟ أين هو تبريز القدوات الصالحة؟ وتاريخنا الإسلامي غني ثر بهذه القدوات. لنا ما عندناش العوز، ما عندناش النقص في باب القدوات. الغرب عندهم نقص، لأن قدواتهم إلى باحتماذا ستلقى، ستجد انفصام الشخصية، أمراض نفسية، تجد الأمراض الأخلاقية، ومع ذلك يعتزون بمثل هذه القدوات الفاسدة. أما أهل الإسلام فقدواتنا شامة على جبين التاريخ. فلذلك تنبهوا، الواحد منا الآن ما يتسنى حتى شي واحد يحصل لي أهله وأبنائه، الواحد منا ما ينتظر حتى شي واحد اللي غادي يقوم لي بالإصلاح. أنت أصلح نفسك، أصلح أهلك، أصلح الذرية ديالك، حصن أبنائك، تسلحوا بكتاب الله، اعتصموا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليكن القرآن هو دائرة المائدة في البيوت، فلتكون السنة الهواء الذي يستنشق، والطعام الذي يتغذى به في القلوب، ليكن الفقه في الدين وترسيخ الثوابت وتصحيح العقائد هو المسار الذي يمشي عليه الناس في كل المحافل والمنتديات والمؤسسات. هكذا نحصن أنفسنا من هذه المخططات. وربنا جل ثناؤه يقول: ويمكرون ويمكر الله، وشأنهم الفضح والكشف، ولتعرفنهم في لحن القول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على ما ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الآخرة هي دارنا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا متنا إلا عافيته.